تعملوا الفيزياء. أنا هنا عندكم المقدمة، وهذا بيشرح إنه الكتاب اللي سووه الكتاب المؤلفون. زين، كتاب حلو يعني، مسوي حلو. زين، عندنا أهم شيء هاي اللي هي مراجعة في رياضيات الأسس. هاي لازم تعرفوها، إذا عرفتوها راح تقدرون تحلوا المسائل، وعن طريقها راح ترجعون إليها. أو هاي أهم نقطة اللي هي هسه راح نبدي بيها. عند التعامل مع الأرقام الكبيرة جدا أو صغيرة جدا في الرياضيات، فإننا نجد صعوبة في إجراء بعض العمليات الحسابية، لذا نستخدم طريقة تعتمد على قوة الرقم أو الأس كما في الأمثلة. زين، عندنا في شي صحولة أس، وعندنا في شي صحولة أساس. الأس هو هذا، الأس هو هذا، والأساس هو العشرة. أوكي، لأن أنا مفهومة. شلون راح نفهمه؟ راح أفهمك بها طريقة بحيث إنه تعرفون هذا الرقم لهذا الرقم. مثلا عندنا عشرة مثل هاي، عشرة والصفر. شنو هذا الصفر؟ الصفر معناته إنه أنا ما عندي ولا صفر، ولا صفر مرتبة أحادية، ما لكم علاقة بالعشرة. بالعشرة اللي هي تمثل، بس قلت لكم الأساس. والأس هو اللي يتحكم بعدد الأصفار، إيش قد عندي أنا، إيش كم صفر راح يكون بالمرتبة هاي. فهسه عندي هاي المرتبة مثل ما قاعد تشوفون عشرية، العفو مرتبة أحادية اللي هي واحد. فعشرة عندي عشرة الصفر، شو تساوي لنا؟ واحد. وهنا أنا عشرة أس واحد، شو تساوي لنا؟ عشرة مرتبة عشرية. زين، هاي ليش هنا أنا واحد وهنا أنا ليش عشرة؟ مع العلم إنه أنا مثلا نفس الأس، نفس الأس، هنا أنا الاختلاف العفو نفس الأساس بنفس الأساس، بس عندي اختلاف بالأس. الأس هو هنا أنا صفر، والأس هنا أنا واحد. قلت لكم اللي تمثل أنا عندي الفرق، إنه أنا عندي الأس إذا كان واحد، إذا كان واحد فمعناتها أكو صفر، أما إذا ما صفر هو صفر، معناته شنو؟ انا ما عندي اي شيء. فلذلك راح شو تكون؟ راح تكون هاي المرتبه احاديه. الصفر معناته انا ما عندي ويا الواحد صفاره، هذا الواحد تركزوا لي بس على الواحد، وهذا الاس بالاساس ركزوا لي على الواحد، وبالاس ركزوا لي على هذا الرقم. صفر معناته كل شيء ماكو، يبقى الواحد هو نفسه. واحد تضيفون صفر، اثنين اذا كان عندي اثنين هنا تضيفون صفرين، ثلاثة تضيفون ثلاثة صفارة، أربعة تضيفون أربعة صفارة، وهكذا تستمر. مثلا هنا عندي واحد ضفنا صفر واحد، اثنين ضفنا صفرين، ثلاثة ضفنا ثلاثة صفارة، أربعة ضفنا أربعة صفارة، خمسة تضيفون خمسة صفارة، وهكذا. أوكي، هنا واضح. زين، عشرة أس واحد معناته إيش قد؟ معناته عشرة، يعني إن واحد أس وعشرة أساس، والذي يحدد على الأثر. مثلا تكتب سرعة الضوء اللي تبلغ، هاي سرعة الضوء هي ثابت، هذا لازم تعرفوه من هسه. لازم تعرفون إنه سرعة الضوء هي مقدار 3 في 10 أس 8 متر على سكند. أوكي، 3 في 10 أس 8، 8 معناه 8 أصفارة، والثلاثة هو الأساس، فراح ينزل، فراح 3. ولما تيجي تحسب، تحسب ايش قد؟ 2 أربعة ستة ثمانية. أوكي، وأن اثنين خمسة، 25، واحد اثنين ثلاثة أربعة، تكتب على شكل 25 بس أربعة. زين، هنا شو مسوي؟ هنا اثنين حاط صفر وبصعد بالأساس، بصعد بالأس، يعني وعدكم واحد اثنين ثلاثة أربعة، فالمفروض إنه تكتب هيجي 2 5 في ايش قد؟ في 10 اس ايش قد؟ في 10 اس 4، صح؟ على مود تطلع لنا صحيحه. هنا انا شو بسوي؟ ضايف شنو؟ فارزه، معناته ماخذ شنو؟ ماخذ من المرتبه وبصعد صفر، صعد لنا صفر، اي بصعد لنا صفر العفو. فصارت عندي ايش قد؟ صارت عندي 5، فصار عندي 2.5 في 10 اس 5، 2.5 في 10 أس 5، وهي مثل ما قاعد تشوفون. زين، أما إذا كان الأس سالب، هسه
كنا قاعد نحكي على الأس موجب. زين، إذا كان الأس سالب، ركزوا لي على هاي، إذا كان أنا عندي الأس سالب، إذا كان عندي الأس سالب معناتها اللي هي 10 أس سالب 1، ماكو 10 أس صفر، 10 أس صفر معناتها 1، 10 أس سالب 1، 10 أس سالب 1 معناتها أني الواحد هو نفسه، حبينا عد الواحد هو نفسه، السالب 1، السالب 1 هو اللي راح يحدد لي المرتبة اللي بعد الصفر، هذا الصفر راح يكون همينة لأن أنا عندي راح يكون فز بالسالب، فأنا عندي صفر بوينت، هاي الواحد يحدد لي اياها جد القيمة اللي هاي موجودة بالأس، فهنا أنا عندي سالب 1 فنحط الواحد بأول مرتبة، صفر 10 أس سالب 2 راس تنحط صفر فاصلة. صفر فاصلة. أنا أريد أعرف إيش قد إنه هذا إيش قد لازم أحطه على اليمين، أحط على اليمين الواحد إيش قد، عندي مرتبتين فأحط صفر بواحد حسبت مرتبتين، واحد اثنين لازم أنا أحط الواحد بالمرتبة الثانية فأحسب واحد اثنين، بس المرتبة الواحدة هاي تنحط صفر فلذلك صار صفر بواحد. مثلا عندي 10 سالب 3 يعني شنو هو؟ صفر فاصلة ايش قد؟ 3 مراتب، يعني صفر واحد نحسب اثنين وبالاخير نحسب الثلاثة اللي هي الواحد راح يكون بيها، اوكي؟ وهكذا بالسالب 4، وهكذا عندي 2 بالسالب 2، هنا كل شيء ما تغير غير بس تغير الرقم الاس اللي هو 2، اما الاساس ام العفو الاساس الاساس هو اللي تغير اللي هو 2، اما الاس اللي هو سالب 2 فراح يكون هو جد بس نحط صفر ونحط الاثنين نحسب 1 2 زين وعليه فيكون، وعليه يكون 2 في 10 سالب 2 يساوينا 0.02، 5 في 10 سالب 5 نحسب صفر ونحط نحسب حسب 5 مراتب ايش قد؟ 5، ونحط الـ5 بالأخير مثل ما قاعد اشوف 1 2 3 4 5، اوكي؟ من هنا ايش قد؟ 1 2 3 4 وهاي المرتبة الخامسة. فمثلا تكتب 0.0054 على شكل 5.4 في 10 سالب 3، 5 في 10 سالب 3، أوكي؟ هنا إيش قد؟ 0.00 إيش قد؟ 4 5، 1 نجي إذا أردنا نحسب 1 2 3 4، أوكي؟ فإذا أردنا نكتب هنا راح نكتب 54 في 10 أس سالب 4 راح يصير، وهاي همنا صحيحة، وهاي همنا صحيحة، بس اللي هنا شو مسوي؟ بدل ما يقول 54 مثلا إذا أنا عندي رقم أريد أضرب، وهذا الرقم راح يصير عندي كبير، يعني 54 في 12 يطلع لي رقم كبير، فعلى مود يلخص على يصغر الرقم، فشو يحط؟ يحط 5 فاصلة بيناتهم 4، وينقص من السالب من الأس مرتبة واحدة فصارت 3، واضحة هاي؟ وعند الضرب عرفنا بالسالب عرفنا بالموجب، زين نجي عند الضرب يقول لي مثلا 10 أس 2 في 10 أس 3، عند الضرب تجمع الأسس 2 زائد 3 جيد 10 أس 5، يعني شنو هو؟ موجب، يعني 1 وتنحط يساوي لنا 1 وتنحط بصفة ايش قد؟ 5 أصفار 2 3 4 5. زين عندي 4 في 10 أس 5 في 0.5 في 10 أس 3، هنا أنا راح تضرب
4 في 5 ايش قد 4 في 5؟ 20 صح لهنا هنا؟ 20 اوكي؟ انا ايش قد عندي اس؟ عندي 5 ب 3، 5 ب 3 ايش قد؟ 8 لهنا هنا تمام؟ يعني في 10. هسه انا اريد بس اريد اطلع الاس، انا هنا أنا عندي مرتبة سالبة، هنا أنا عندي مرتبة سالبة اوكي؟ يعني ايش قد صارت عندي؟ عندي ما خلي يعني هيك صارت. يعني صارت عندي 4 في 10 اس 5 مضروبة في 5 في 10 اس 4 اوكي؟ فهنا ايش قد راح يطلع عندنا؟ 4 في 5 4 في 10 5 في 10 اس 4، العفو انا بنضرب، لا اللي راح يصير هنا 4 في 10 اس 5 اوكي في 0.5 في 10 اس 3. هنا أنا بما انه انا عندي هنا 0.5 0.5 وانا هنا جيت صار عندي صفر صفر، هذا الصفر هذا اوخره ويا من؟ اوخره ويا البوينت، صارت ايش عندي؟ صارت عندي بعد 5، يعني صارت عندي بدون سالب، بدون سوالب، لان انا عندي راح تكون يعني 5 في 10 اس سالب 1 في 10 اس سالب 3. اوضح لكم اياها، اوضح لكم اياها على وين ما تكون مخربطه. اللي راح يصير هو عندي 10 والسالب 5 صح؟ في طبعا هنا عندي 4، 4 في 10 اس 5، هنا انا عندي في 0.5 معناتها 5 في 10 والسالب 1 مضروبة في 10 والسالب 3. زين راح شو يساوي لنا؟ السالب 3. أنا عندي قانون، عند الضرب تجمع الأسس، أنا راح أجمع 5 ناقصا 1 هنا أنا سالب 1 ناقص 1 إيش قد؟ 4، هنا أنا موجب وهنا أنا سالب والموجب أكبر 4 زائد 3، العفو هنا راح يكون زائد 3 إيش قد؟ 7 صح؟ 7 صار عندي 10 يساوي لنا 10 والسبعة صح؟ بعد أنا وضرب عندي 4 في 5، 4 في 5 ايش قد؟ ضرب اعتيادي 4 في 5 ايش قد راح يساوي لنا؟ يساوي لنا 20. هذا الصفر يروح ويا من؟ ويا 7، ايش قد يصير؟ يصير هنا 8 وهاي الاثنين تجي هنا. فهمتوا هسه؟ اتوقع هسه وضحت. زين نجي على 10 اس 4 في 10 اس سالب 3 ايش قد راح يطلع لنا؟ 10 اس 1. 10 اس 9 مضروبه في 10 اس سالب 18 ناقص 9. 10 اس 3 على 10 اس 2، هنا العشرة أس اثنين إذا يصعد، إذا تذكرون صف ثاني رياضيات هذا لحد الآن، لما يصعد معناته يصير أنا أريد أسوي عملية القسمة، إذا أريد أسوي عملية ضرب 10 أس 3 أضربها في الأس لما يصعد شو يصير؟ يصير سالب 10 أس سالب 2، فش قد راح يطلع لي؟ 3 ناقص 2 ايش قد؟ 1. 10 اس 1 يعني ايش قد؟ 10 بالقيمة. اما في حالة الجذر، ايجاد الجذر التربيعي، عرفنا شنو حالة الضرب، عرفنا شنو حالة الاس بالموجب والاس بالسالب. نيجي على الجذر التربيعي، جذر الاربعة ايش قد؟ 2، جذر التسعة 3، يعني 2 في 2 هيجي، هذا قصده. الجذر هو ايجاد مكرر العدد، لما تضربه يطلع لك نفس العدد، العدد لما نضربه شو يطلع لنا؟ يطلع لنا هنا خلينا نفرض ايش قد؟
2 في 2 جذر راح يطلع لنا 4، 3 في 3 9، فجذر 9 3. زين، جذر 4 في 10 أس 6، لما تجي تطلع الجذر 4 في 10 أس 6 معناتها 4 4 معناتها 2 في 2 في 10 أس 6، 10 أس 6 هاي 2 في 2، 10 أس 6 عندنا الضرب تجمع الأسس، فمعناتها 10 في 10 أس جيد أس 3. فاحنا ايش ناخذ؟ ناخذ بس قيمة العدد الواحد المكرر، إذا عندي عدد مكرر ما ناخذ بالجذر التربيعي، ناخذ بس رقم واحد. فهنا أنا عندي 2 مكررة والعشرة مكررة، فش 2 في 10 أس 3، ها طلع لنا جذر التربيع مالتها. 16 في 10 أس 4 معناتها 4 في 4 16، تجي توجد يعني الرقم مالته الضرب 4 في 4. زين، ايش قد معناتها؟ انا هون قاعد افتح لك اياها، انت تقدر تقول بس 16 جاي من 4 في 4 فمعناته عندي 4، وسالب 8 جاي من شنو؟ سالب 4 ناقص 4، فانا عندي تقدر اسويها بهالشكل، انه تقدر بس تقول رقم واحد 4 في 10 والسالب 4، ويساوي ان 4 في 10 سالب 4، يعني هي 6 بين قوسين، وجدت انه شنو هو الجذر التربيعي لهذا الرقم 16 اس 10 اس 4. تقدر تسوي بهاي الطريقة، بس ما انصحكم بيها على مود تطلع بيها غلط، يا اما تسوي بهاي الطريقة اللي راح تكون افضل لكم، لان راح تتخربطون. يا اما اذا انت صدق تنبه تقدر تسويها بهاي الطريقة اللي هي 4 في 10 سالب 4 تطلع لك الناتج على السالب، 16 في 10 سالب 4 يطلع لنا شو يساوي لنا 4 في 10 سالب 4. واضح؟ توجد على السريع 16 4 في 4 معناتها 4 انا عندي، و10 سالب 4 جاي 10 سالب 8 جاي من 4 من 10 سالب 4 مضروبة في 10 سالب 4، فراح يطلع لي شنو هو 4 في 10 سالب 4. واضح؟ زين، نجي نكمل الفصل الأول. هسه دخلنا هسه حاليا، نتيجة كانت كلها بس مقدمة عن الأرقام، لازم تعرفونها ذني وضحت لكم اياها. نيجي هسه الفصل الأول اللي هو يشرح لنا عن الكهربائية الساكنة الكتروستاتيك. هذني طبعا لازم تعرفون الالكتروستاتيك، الكهربائية الساكنة، الشحنة الكهربائية، مفردات الفصل. زين، هذني المصطلحات العلمية لازم تعرفوها. ليش؟ لأن راح يقول في الكتاب، راح يشرح عن ويقول مفردة، فخاف تمام مثلا ما يشرحها بالعربي فتعلموا تفهموها على السريع، أوكي؟ أو تفيدكم بالمستقبل، راح يصير مهندس، راح يصير بالشغلات الهندسية. بعد دراسة هذا الفصل أن يكون الطالب قادر على أن يعرف الكهربائية الساكنة، شنو هي الكهربائية الساكنة، يميز بين الشحنة الكهربائية السالبة والموجبة، يوضح طرائف شحن المواد الكهربائية الساكنة، يعدد أجزاء الكشاف الكهربائي، يبين بتجارب شحن الكهرباء بالشحن الكشاف الكهربائي، ويذكر تطبيقات الكهربائية الساكنة، يوضح الفرق بين المواد من حيث توصيلها الكهربائية، ويستخدم قانون كولوم في حل المسائل الفيزيائية. طبعا هسه احنا كش ما راح نعرف، نجي ستيب باي ستيب المصطلحات العلمية على مود نعرفها. الكهربائية الساكنة قلنا الالكتروستاتيك، الكشاف الكهربائي، الالكتروسكوب، الموصل كونتاكتور، العازل انسوليتور، الشحنة الكهربائية الكتريك تشارج، قانون كولوم، كولومز لو، المجال الكهربائي الكتريك فيلد، الشحن بالحث، تشارجينج باي اندكشن، قوة تجاذب اتراكشن فورس، وقوة تنافر ريبلشن فورس. نجي على مقدمة اللي هي الانترودكشن. منو يقول؟ لقد وجد الحكيم الأغريقي أرسطو طاليس عام 900 قبل الميلاد أن مادة الكهرب أن تدلكها بقطعة من الصوف تصير لها القابلية على جذب الأجسام الخفيفة مثل قصاصات الورق، قطع من القش. وبعده وجد العالم الإنجليزي ويليام كيلبرت عام 1600 ميلادية أن كثيرا من المواد تشارك الكهرب في هذه الخاصية، إذا أطلق عليها اسم الكهربائي. وهي عند الإغريق مشتقة من كلمة إلكترون التي تطلق عليها الكهرمان
NBR. أكو حكيم اسمه أرسطوطاليس، كلنا نعرف هذا فيلسوف اسمه أرسطوطاليس، زين، يوناني عام 600 قبل الميلاد. اكتشف أنه أنا إذا أجيب قطعة من الصوف، صوف قطعة من الصوف ما تطيب، تصير لها قابلية على جذب الأجسام الخفيفة. الأجسام الخفيفة مثل إيش؟ مثل قصاصات الورق وقطع من القش. وبعد تقريبا ب 2000 سنة، أوكي، عام 1600 ميلادية، أن كثير من المواد تشارك الكهرباء في هذه الخاصية، لذا أطلق عليها الاسم الكهربائية. كثير من المواد هم تشارك في هذه الخاصية، مثل إيش؟ الحديد، مثل إيش؟ الألمنيوم، زين؟ وهي عند الأغريق مشتقة من كلمة إلكترون. إلكترون التي تطلق عليها اسم الكهرمان، شنو لا، التي يطلق عليها بالأمبير. الأمبير كلنا نعرف، أو المولدة والأمبير، وحدة الكهربائية مالتي، وانتش قد عندك أمبير وانتش قد ساعة. هسه راح نجي الكهربائية الساكنة اللي هي إلكتروستاتيك. من الملاحظات المعروفة انجذاب قصاصات الورق الصغيرة إذا قربت منها مادة اللدن البلاستيكية كالمشط بعد دركه بالشعر، لأن المشط المدلوك يصير مشحونا بالشحنات الكهربائية الساكنة عندما يكون الشعر جافا وبدون زيت. أني عندي قصاصات ورق صغيرة، أجيب شو أسوي؟ مشط، والمشط أني مشطت فيه، هذا لما أمشط فيه صارت عنده بيه شحنة. هاي الشحنة وجربوها تقدرون تسووها، أقربها على الشحر على الشعر مال إيدي، أقربها على قصاصات الورق الصغيرة الخفيفة، أقص قطع ورق وأقربها، لما أقصه راح أشوف إن المشط راح يجذبه شوية. أحيانا إذا مشطت هواية تقدر أشوف إنه تقدر تنجذب هذين القصاصات، وإذا ما دلكت يعني ما مشطت حيل أكثر من هواية، مثلا خلينا نقول 5 دقائق 4 دقائق، راح أشوف إنه هاي الأوراق ما راح تنجذب إلها، راح تحاول تتحرك بس ما راح تنجذب للمشط. زين، أول جذاب هذا القصاصات من البالون نفاخة، بعد ذلك البالون بعد دلك البالون بقطعة من الصوف، سيشحن البالون بالشحنات الكهربائية الساكنة، راح يجي الشتاء نفاخة ودلكها بالصوف، راح أشوف إنه راح تنشحن، وهاي الشحنة أبدأ قربها من الشعر راح يجذبها، قربها من القصاصات من الوراق راح يجذبها. كذلك الحال عندما تدلك بالون بقطعة من الصوف وتقربها من رأسك، تجد أن البالون يجذب شعر رأسك مثل ما قلت لكم. بس إذا كان شعرك جافا وغير زيت، يعني مو تكون أنت مسابح وشعرك جسمك دهني وشعرك دهني وأنت تريد، أو حاط دهن، أو شعرك مبلل، هذا ما يصير، شعرك يكون جاف مبلل وعادي. زين، إذا دفعت البالون المشحون نحو الجدار، تجد أنه يلتصق بالجدار ويبقى ملتصقا به لعدة ساعات إذا كان الجو جافا. وهاي التجربة تقدرون تسووها هسه، تجي تجذب تدلك البالون النفاخة وراح يصير بيها شحنة، لما راح تحطها على الحائط يعني تقربها على الحائط هي راح تنجذب، راح تظل ملتصقة، الآن تفقد الشحنة مالتها، وراح شي يصير عندك، يصير راح تفقد الشحنة مالتها، لما تفقد الشحنة مالتها تبقى حرة تصير، يعني توخر التصاقها من الجدار. وعندما تسير على سجادة من الصوف، فإن قدميك سيحتكم بالسجادة، هاي الشتاء، وقت سماع شحنة كهربائية ساكن، والشحنة الكهربائية المتولدة على جسمك يمكن أن تشعر بها بشكل صعقة طفيفة. عندما تنفرغ هذه الشحنات، لحظة ملامسة يدك للمقبض المعدني لباب الغرفة. هذا راح أعطيكم مثال آخر عليه، أتوقع هذا تعايشي، مثال آخر عليه الدغم. مرجحات، مو مرجحات، العفو، زحلقانات، زحلقانات انتو قاعد تزحلقون مرة مرتين ثلاثة، آخر شيء توجد لحتى جانب قطعة بلاستيكية أو حديدة، لما تزحلقون هاي المرجع، هاي الزحلقان، لما تجي تزحلق عليها وانت لازم تلزم مثلا الأطراف على مود تستند عليها، لما تلزم الأطراف راح شو تكون عندك؟ راح تكون عندك هنا انت اكتسب الشحنة من خلال الاحتكاك بينك وبين هذه القطعة البلاستيكية أو قطعة الحديد،
بعد وراها راح شو يصير عندك؟ راح يصير عندك عند الالتماس، لما تلتمس هذا اللي من عند الاستناد راح تفرغ الشحنة مالتك، فأحيانا تحس بالندلة، واحد يحس بالندلة، فلذلك هاي شنو هو سببها اللي هي الشحنة الكهربائية. ويحصل الشيء نفسه عند نزولك من السيارة بعد توقف عن الحركة وملامسة يدك فورا أي جزء معدني من السيارة، ستشعر بصحقة كهربائية طفيفة، أو إذا مسكت الجزء من المفتاح بيدك وقربته من الجزء المعدني للسيارة، ستحدث شرارة كهربائية صغيرة بين طرف المفتاح وسطح المعدني للسيارة. هاي أحيانا تحدث، وإذا دلكت مشطة من البلاستيك بشعرك، أو دلكت هذا المشط بقطعة من الصوف ثم قربته من الماء ينساب رفيعا من الحنفية، تجد أن ماء الحنفية ينجذب نحو المشط. وهاي أنا سويتها من تجربة خبيرة صارت، وهذا أنا مثال وضعت لكم إياه يعني. عند الاحتكاك وأنت لازم راح تلزم الاستنادات هذي، راح يكون عندك شنو هو يصير عندك مثل الالتماس الخفيف، وهذا الالتماس راح يولد لك الكهرباء. أوكي، هسه ندخل على الشحنة الكهربائية electric charge. شنو هي الشحنة الكهربائية؟ من المعروف أن المادة تتألف من جسيمات صغيرة جدا تدعى بالذرات. طبعا هذا كيمياء، إذا راح تروحون على الكيمياء راح تشوفون أن أنا شرحت عليها، شرحت عليها. تحتوي الذرات، الذرة العفو، الإلكترونات السالبة الشحنة تدور بسرعة عالية. الذرة تحتوي على شحنات سالبة تدور بسرعة عالية جدا حول النواة التي تحتوي على بروتونات موجبة الشحنة ونيوترونات متعادلة الشحنة. هذا إلكترون، هذا الشكل أحمر معناته إلكترون، هذا الشكل معناته بروتون، والأسود معناته نيوترون. وهاي هي النواة. النواة هذا شنو هذا؟ هذا الإلكترون. أوكي، داخل النواة راح تكون شنو البروتونات والنيوترونات، راح تكون موجبة الشحنة، وحدة نيوترون N نيوتروشن معناته متعادل، و B بروتون معناته موجب الشحنة، والإلكترون اللي هو هذا قاعد يفتر مدارات متعددة بالسالب الشحنة. وترتبط الإلكترونات بنواة الذرة بقوة مقاديرها متفاوتة حسب بعدها عن النواة. قلت لكم شرحتها هذا شو معناته راح يصير، وشو معناته بعدها عن النواة، شنو مقاديرها متفاوتة بالكيمياء. وأن معظم ذرات المواد تكون متعادلة كهربائيا، وشرحتها هاي همنا أيضا شنو بالكيمياء. عدد إلكتروناتها يساوي عدد بروتوناتها، وضح شنو معنات عدد الإلكترونات يساوي عدد البروتونات. زين، هل تعلم قد تكون الكهربائية الساكنة كهربائية ساكنة ذات الشحنة العالية جدا كالبرق؟ ركزوا على البرق، البرق هو شحنة عالية جدا متكونة من الكهربائية الساكنة، جاي من طرف الكهربائية الساكنة وتكون شحنتها عالية جدا، خطرة ومميتة إذا ساقت شخصا. أما إذا ساقت غابة واحدة من الأشجار، راح شو يصير عندي؟ راح يصير عندي حريق. زين، نوعان الشحنة الكهربائية، هذا يحتاج شرح. نوعان الشحنة الكهربائية، شنو معناته نوعان الشحنة الكهربائية؟ شنو هاي الشحنات المتواجدة؟ هناك ذرات في مواد تفقد بعض من الإلكترونات الخارجية بوجود مؤثر خارجي يساعد على ذلك، فإذا حصل نقص في عدد إلكترونات الذرة بسبب هروب بعض منها إلى خارج الجسم، تصير الذرة غير الموجبة، ويكون الجسم مشحونا بالشحنة الموجبة. هناك ذرات في مواد تفقد بعض من الإلكترونات الخارجية، مثلا الهيدروجين خلينا نفرض، شو تسوي؟ تفقد الذرة الخارجية مالتها بوجود مؤثر خارجي يساعد على ذلك، مؤثر خارجي حرارة خلينا نفرض. فإذا حصل نقص في عدد إلكترونات الذرة، حصل نقص عدد هاي عدد إلكترونات الذرة بسبب هروب بعض منها إلى خارج الجسم، تصير الذرة أيونا موجبا. راح هذا أحطه على شكل بوكس،
شو يقول هنا؟ إذا حصل نقص بعدد الإلكترونات الذرة بسبب هروب بعض منها إلى خارج الجسم، تصير الذرة إيونا موجبا، ويكون الجسم مشحونا بالشحنة الموجبة بلس كيو موجب. هاي طبعا هاي بلس كيو موجب عرفوها، لأن لا راح نحتاجها. بلس كيو موجب بلس كيو سالب، بس خلينا نشرح لها شو معنات أي بلس كيو موجب وبلس كيو سالب. أنا عندي هذا الشكل، عندي A، عندي B، عندي C. حلو، هنا هذا ذرة وهاي متعادلة نيوتريشن، بيها ذرات متساوية. قاعد تشوفون هذا ذرات متساوية وشحنات متساوية، يعني قصدي البروتونات متساوية والالكترونات متساوية. هنا أنا عندي اثنين بالغلاف الداخلي واثنين بالغلاف الخارجي. طبعا الاثنين هنا تكون قوية ملتصقة مرتبطة ارتباط قوي، تذكروا هذا الشكل نجمة، العفو شباك، مرتبطة ارتباط قوي بحيث انه شنو ما تقدر توخر. اما وهاي شرحتها بالكيمياء، اما بالغلاف الخارجي فراح تكون اقل ارتباط، فلذلك هي راح تفقد وهي راح تكتسب. فشو يقول؟ شنو معنات الشحنة الموجبة؟ يقول لي اذا اني فقدت شحنة، ركزوا لي على الغلاف الثاني، هذا رقم اثنين، هذا رقم واحد، هذا رقم اثنين، معناته غلاف واحد وغلاف اثنين. الغلاف اثنين به شحنتين سالبات، واحد اثنين، هذا شكل A. نجي على شكل B، أنا عندي بالشكل B اللي هو قاعد يشرح لي عنه. يقول لي إذا حصل نقص في عدد إلكترونات الذرة بسبب هروب بعض منها إلى خارج الجسم، تصير الذرة أيونا موجبا، ويكون الجسم مشحونا بالشحنة الموجبة. هنا أنا كنا ما لنا علاقة مرتبطة بارتباط قوي شباك. هنا أنا قاعد تشوفون ايش كم، هذا غلاف واحد، هذا غلاف اثنين، واحد اثنين، قاعد تشوفون هنا ايش قد ايش كم ذرة، بعد واحد، بعد ماكو اثنين، ماكو اثنين. هنا انا ايش قد عندي؟ ايش كم شحنة؟ عندي بس بالغلاف الثاني شحنة موجبة واحدة. جيب؟ هنا انا شو اللي صار؟ اللي صار انه الذرة هاي فقدت الكترون من عندها. اذا حصل نقص، حصل نقص بعدد الكترونات الذرة بسبب هروب بعض منها الى خارج الجسم، تصير الذرة ايونا موجبا، ويكون الجسم مشحونا بالشحنة الموجبة. معناته يكون مشحونا بالشحنة الموجبة إذا فقد إلكترون، إذا فقدت إلكترون متعدد. هسه هنا أنا عندي ذرة فقدت إلكترون بس واحد، أكو ذرات تفقد اثنين، أكو ذرات تفقد ثلاثة. هنا أنا قاعد أوضح لي بالمثال إنه فقدت بس واحد. إذا فقدت من الإلكترونات صارت من اثنين، باع هنا اثنين، صارت هنا بس واحد. إذا صارت هنا بس واحد معناتها كيو موجب، قلنا فقدت الكترون وصارت من شنو؟ من اثنين الى واحد، فقدت الكترون من عدم الغلاف الخارجي، معناتها هاي الشحنة صارت مشحونة بالشحنة الموجبة. تمام لهنا انا؟ زين، نجي بوكس زين. يقول لي أما الجسم الذي تكتسب ذراته بعضا من إلكترونات ذرات أجسام أخرى، تصير الذرة أيونا سالبا، ركزوا على سالبا، ويكون الجسم مشحونا بالشحنة السالبة سالب كيو. هنا قلنا شنو صارت؟ صارت بلس كيو. هنا أنا يقول لي هاي تصير سالب كيو. شو معناتها؟
عرفنا بالموجب كيو إذا ذرة فقدت إلكترون من عندها، وهاي صار بالمجموع نقص. إذا صار بالمجموع نقص معناته الشحنة راح تكون موجبة، يعني الذرة موجبة الشحنة موجبة. زين، أما إذا أني هسه راح نجي نحسب همين، قلنا ما لنا علاقة بالأول، عندنا علاقة بالثاني، بالغلاف الثاني. والغلاف الثاني ايش قد بيه؟ راح نحسبه. هنا أنا كانت عندي اثنين، واحد اثنين ايش قد؟ ثلاثة. ايش قد صارت؟ صارت عندي ثلاثة، ثلاث الكترونات. ثلاث شنو؟ ثلاث الكترونات. وهاي الثلاث الكترونات معناتها الذرة هاي من كانت اثنين صارت عندي ثلاثة، معناتها شنو؟ تثبت، صارت عندها الكترون زايد. وهذا الالكترون الزايد اذا تثبت تصير الذرة مشحونة بالشحنة السالبة، تصير الذرة بيها شحنة سالبة. معناتها هذا الحكي انه كل ما الذرة تفقد الكترونات كل ما تكون شحنتها موجبة، كل ما الذرة تفقد تصير الذرة موجبة، كل ما الذرة شو يصير تكتسب الكترونات، تجي لها الكترونات، كل ما الذرة تكتسب الكترونات شو يصير شحنتها، يصير شحنتها سالب. واضح؟ هذا هسه انا وضحت لكم اياه على مود تفهموا. زين نكمل. من المهم ان تعرف المعلومات التالية، هاي لازم نعرفها. خلينا نقول، خلينا نشوف شنو هذا. من المهم يقول أن تعرف المعلومات التالية. شنو هذه المعلومات؟ أول شيء أن البروتون، قلنا البروتون بعد ما نفكر بيه بروتون معناته موجب، داخل نواة الذرة وشحنته موجبة ومقداره يساوي مقدار شحنة الإلكترونات. شو يساوي؟ شحنة الإلكترونات. زين، أن شحنة الإلكترون، طبعا هذا كيمياء، أن شحنة الإلكترون أو البروتون تعد أصغر وحدة قياسية للشحنات. معلومة عامة هاي يعني لازم تعرفوها، وإذا جت مثلا فراغات على مود تفهمون. شحنة الإلكترونات، شحنة الإلكترون والبروتون هي أصغر وحدة قياس للشحنات. شحنة أي جسم، العفو، شحنة أي جسم، أي جسم شحنته مشحون، شحنة أي جسم مشحون تساوي مضاعفات صحيحة لمقدار شحنة الإلكترون. شحنة أي جسم مشحون تساوي مضاعفات صحيحة لمقدار شحنة الإلكترون، يعني عدد الإلكترونات راح يساوي شحنة الجسم على شحنة الإلكترون. هذا نشوفه بعدين، هسه ما راح تفهمه. لقد أوضحت التجارب أن مقدار شحنة الإلكترون، شحنة الإلكترون الواحد شو يساوي لنا؟ 1.6 في 10^11 كولوم أو كولوم. هذا لازم تحفظوه، مهم. شنو مهم؟ شحنة الإلكترون، أي إلكترون مقداره 1.6 في 10^11 كولوم، وهذا الكولوم هي وحدة قياس الشحنة الكهربائية. أنا إذا أريد أقيس شحنة كهربائية، مو تيار كهربائي، شحنة مو تيار، تيار معناته أمبير، أما شحنة كهربائية بتنقاس بوحدة في صحولها، الوحدة وحدة كولوم. هاي ركزوا لي عليها. زين، الكولوم الواحد يعادل شحنة كمية من الإلكترونات عددها 6.25 في 10^18. واحد كولوم يعادل شحنة كمية، يعادل شحنة كمية من الإلكترونات عددها 6.25 في 10^18. هذا همينة عرفوا لي إنه واحد إلكترون، واحد كولوم شو يساوي لنا؟ 6.25 في 10^18.
زين، شحنة الكترون ايش قد راح يساوي لنا مقدار شحنة الالكترون هنا مو الكولوم؟ هنا الكترون 1.6 × 10^11 كولوم. كولوم الواحد شي يساوي لنا 6.25 × 10^18. والكولوم وحدة كبيرة وأجزائها الشائعة الاستعمال هي الكولوم وحدة كبيرة، مثل خلينا نقول الكيلومتر، الكيلومتر هي وحدة كبيرة، جوها من هو المتر، جوها من هو سنتيمتر، جوها من هو العفو المتر، الديسيمتر، سنتيمتر، مليمتر، هذني شنو هو؟ فالكولوم انه هي وحدة كبيرة، الجوها من هو؟ عندي مايكرو كولوم وعندي نانو كولوم، هاي لازم هم تعرفون شلون تمثلوا المايكرو والنانو. النانو حرف الان جاي من ان نانو، والمايكرو هذا عفوا رسمه هيج هيج على شكل حرفي، على شكل حرف يو. زين، وواحد مايكرو كولوم راح يساوي لنا 10^6 كولوم، وواحد نانو كولوم يساوي لنا 10^9. طبعا هذا وحدة القياس هاي معروفة، المايكرو 6 والنانو 9. زين، النانو عرفوه، نانو معناته 9، مايكرو معناته 6، هذا اللي لازم تعرفوه. اوكي، هسه عرفنا ان مقدار شحنة الالكترون ايش قد يساوي لنا، الكولوم الواحد ايش قد يساوي لنا، شنو هي الوحدات الاصغر من عنده من الكولوم اللي هي المايكرو كولوم ايش قد يساوي لنا، والنانو كولوم ايش قد يساوي لنا. نكمل. قوة التجاذب والتنافر بين الشحنات الكهربائية، عندي هنا نشاط يشرح لي عن قوة التجاذب والتنافر بين الشحنات الكهربائية. يقول لي أدوات النشاط، أجيب ساقان متماثلين من المطاط الصلب. طبعا بس هاي مجرد شرح، ما راح أسووها طبعا لا بالصف ولا بأي شيء، بس اللي يحب هو يسوي ساقان متماثلين بس بالامتحانات المهمات، لأن النشاط يجيبون ساقان متماثلة من المطاط الصلب، ساقان متماثلة من الزجاج، وقطعتان إحداهما من الصوف أو الفرو وأخرى من الحرير، خيوط من القطن، من القطن أو الحرير، حاملان، هذا اللي حاملان. أوكي، وخيوط، هاي الخيوط من القطن أو الحرير، هذا حامل، خيوط من القطن والحرير، ساقان متماثلان أوكي من المطاط الصلب، وساقان متماثلان من الزجاج. فهنا أنا قاعد يمثل لي مثلا خلينا نقول جايب زجاج أو جايب مطاط صلب. زين، وراح أجي بالقطعة الهذرية الصوف والحرير، شو راح أسوي بيه؟ راح أدلك، راح أجيب وأدلكها، أحكها على مود، شو يصير عندي؟ عندي شحنة. هذا ملخصة الخطوات على مود أنا أعرف شنو هو نوع الشحنة. أولا نعلق ساقي المطاط بوضع أفقي، هذا أفق، بخيطين بواسطة حاملان، ونجعلهما متقاربين من بعضهما، نجعلهما متقاربين من بعضهما كما هذا الشكل. ندلك كل منهما على فربة وسط قطعة من الصوف، نشحن كل منهما بالشحنة السالبة. أوكي، كل الاثنينات راح ينشحن بالشحنة السالبة، نترك الساقين معلقتين بحرية، نلاحظ تنافرهما مع بعض الشكل، مع بعضهما اللي هو شكل هذا، واثنيناتهم قاعد يتنافر، قاعد اشوف هذا هيك رايح وهذا هيك رايح. ليش؟ معناته انه هذني شنو صاير عندهم؟ اثنيناتهم اكتسبوا نفس الشحنة. ليش؟ انا شو يقول؟ يقول نعلق ساقين، ندلك كل منهما، اثنينات نجي هذا الساق وهذا الساق، اخذ هذا الساق واجدلك، اخذ هذا الساق اجدلك اللي هو طرف، يعني اخذ وكليته، اخذ طرف وطرف، ولما انا اطرف، لما انا راح اقربهم هذا الساقين اللي هو هذا الطرف، راح شسر هذا اللي هيجي، راح الاحظ انه هن هيجي يروحن، وين جابن يروحن، دلالة على انه هن ادهن نفس الشحنة الكهربائية. زين، فلنستنتج من النشاط الاول ان الشحنات المتشابهة تتنافر مع بعضها، الشحنات المتشابهة تتنافر مع بعضها بغض النظر اذا كان الشحنة موجبة او شحنة سالبة. زين، ثانيا نعلق ساقي الزجاج بوضع الأفقي، نفس الكليشة نفس الجملة،
ندلل كل منهما، وعلى الانفراد بواسطة قطعة الحرير. قطعة الحرير راح تعطيني شحنات الموجبة، وقطعة الصوف هنا نركز على قطعة الحرير، وهناك نركز على قطعة الصوف. ليش؟ لأن قطعة الحرير تعطيني شحنة موجبة، قطعة الصوف تعطيني شحنة سالبة. راح نترك الساقين هكذا، هذان ساقين وهذان الساقين ملكتهم من طرف واحد، اثنيناتهم حرير شحنة بالشحنة الموجبة. راح أقربهم، ألاحظ أن هذان الساقين هيجي واحد، ما يسوون هيجي واحد، دلالة على أنه هذان يكتسبوا نفس الشحنة وهي الشحنة الموجبة. فالشحنات المتشابهة تترافق مع بعضها. ثالثا، نعلق ساق من الزجاج وساق أخرى من المطاط. هسه هذني كانوا الساقين شبيهم متشابهات، ساقي زجاج وهناك ساقي مطاط. أنا أجيب هنا وحدة مطاط ووحدة زجاج بوضع أفقي بخيطين بواسطة حاملة ونجعلها متقاربين من بعضهما كما هذا الشكل. راح أدلك ساق الزجاج بقطعة الحرير، وهاي الشحنة راح تجد الحرير شحنة موجبة، والمطاط نشحنه بالشحنة السالبة اللي هي قطعة الصوف. عندي هذا ساق ساق زجاج وهذا ساق مطاط. هذا الساق دلكناه بقطعة الحرير الشحن بالشحنة الموجبة، هذا الساق دلكناه بقطعة الصوف، صارت عندي شحنة سالبة. لما أجي أقربهم هذا هيجي تركناه، لما أجي أنا أقربهم راح ألاحظهم أنهم يتقاربن، يا إما يلتصقن مع بعضهم البعض أو يكون على تقارب. لما يكون على تقارب معناته أن هذني الشحنتين الشحنة بشحنات متخالفة، ولذلك بنستنتج أن الشحنات المختلفة تتجاذب مع بعضها. أوكي، فتذكر هذا ملخص شنو النشاط. ملخص النشاط شو يقول؟ يقول الشحنة الكهربائية المختلفة تتجاذب مع بعضها. خلولي المختلفة تتجاذب، المتشابهة شو يصير بيها؟ تتنافر مع بعضها. هنا أنا عندي بعض، هذا قاعد يشرح لي عن قوة التجاذب وقوة التنافر. عندي هنا موجبة بسالبة، موجب شوف شحنة موجبة وهنا أنا شحنة سالبة، فلذلك شفنا قوة التجاذب. طبعا الاف معناتها فورس معناتها قوة. زين، أما هنا أنا عندي شحنة موجبة وبشحنة موجبة، اثنينات دلكناها بقطعة من الحرير وصارنا اثنينات موجبات، لذلك نلاحظ قطوة تنافر. أما هنا سالب بسالب، اثنينات دلكناها بقطعة من الصوف، فلذلك شفنا قوة تنافر. وهذا هو استنتاجية النشاط، أنه إذا أنا دلكت شحنة ساق شحنة كهربائية واثنينات متشابهات ألاحظ تنافرهما، وإذا دلكت واحدة مختلفة عن الأخرى راح ألاحظ قوة تجاذبهما. وهذا هو الاستنتاج من النشاط، الشحنات الكهربائية المختلفة تتجاذب مع بعضها والشحنات الكهربائية المتشابهة تتنافر مع بعضها. لهنا راح نوقف لحشد شحن المادة بالكهربائية.